مشاهدينا متابعينا الكرام، يتجدد اللقاء بكم مرة ثانية حيث التواصل يستمر. انتهينا من الجولة الرئيسية، وهجن أصحاب السمو والشيوخ، وبدينا بالجولة الثانية وهي جولة أيضا رئيسية تجمع نخبة قوية من شعارات أشواط أبناء القبائل، أشواط التأهيل. الشوط الرئيسي يتحرك بفئة الأبكار بشعارات أبناء القبائل مع 3 كيلومترات التي نتابعها في هذا المسار وفي هذا التحدي. شعار بن دميثان على المقدمة على ظهر ورد سلطان بن عبد الله بن دميثان، من يقدم لنا ورد في هذا الورد وفي هذا الشوط. المركز الثاني فتأتي اللي هي الشبابية محمد بن علي بن راشد بن كليب الاجتبي من يأتي بالمركز الثاني. المركز الثالث أقول أمجاد سعود بن عبيد بن حامد الطنيجي يتقدم بالمركز الثالث. المركز الرابع فتأتي مهابة سهيل بن مبارك برقاد من يتقدم رابعا. المركز الخامس وصلت معالي سلطان بن سعيد الشوين، الله عليها يا معالي، تبل عالي تبل عالي، تبل مكان المرموق، تبل مكان الجميل، تبل مكان رقد، وتبل مكان اللي هي حصانة، وتبقى مكان يعني اللي متعود مع هذا الشعار دائما يتألق، دائما يتألق في الأشواط الرئيسية. هو الآن مع معالي، انتظروا المزيد من هذا الاسم. المركز السادس هني بن معدن يأتينا يقدم اللي هي صبا عبد الله بن راشد بن معدن مع صبا. والمركز السابع هذا شعار بن دريوي، هذا شعار سعيد بن سهيل بن دريوي يتقدم مع عجايب. والمركز الثامن أقول هني الحرة سالم بن راشد بن دغيش. المركز التاسع، المركز التاسع سرابة محمد بن عبيد بالطبيعة. المركز العاشر هملولة سالم بن مصبح بن طوق العليلي. هذه الأسماء مشاهدينا الكرام، هذه الأسماء الحاضرة المتواجدة في هذا الانطلاق وفي هذا التحدي. راقب يلي بتراقب في أول أشواطنا الرئيسية، نحن نتابع، نحن نراقب، نحن نشاهد أيضا قوة قوة قادمة لهذا التحدي. المركز الأول ما زالت ورود وسلطان بن عبد الله بن دبيثان من يقدم له ورود بالمركز الأول. المركز الثاني فتأتي الشبابية محمد بن علي بن راهد بن كليب الكتبي. المركز الثالث وصلت اللي هي مهابة سهيل بن مبارك بن ثاني برقاد. المركز الرابع معالي، معالي تعالي يا معالي، سلطان بن سعيد الشوين مع معالي بالمركز الرابع. بن معدن من يقدم النصب بالمركز الخامس. بن دريوي ايضا يتقدم مع عجايب. سعيد بن سهيل بن دريوي من الجانب الاخر. سرابه محمد بن عبيد بطبيعه، الله يا سرابه، تهاجم المقدمه، تهاجم المقدمه. وعندنا الريف محمد بن عبد الله بن حميدان الفلاسي من يقدم لنا الريف. هذه الاسماء الحاضره، هذه المتواصله، هذا هو الهجوم، هذا هو التحدي، هذا هو الإبداع. بن دريوي مع عجايب، بن دريوي مع عجايب، وبرقاد مع مهابة، وبضبيعة أيضا مع سرابة. الصراع اشتد، الصراع اشتد مع الثلاثة المراكز الأولى. ياكم بن معدن، ياكم ياكم بن معدن على ظهر صبا عبد الله بن راشد بن معدن على ظهر صبا. ولكن العجب من عجايب، يا زمان العجايب، يا شوط العجايب، وش بقى ما طلع. هذه عجايب راشد بن سعيد بن سهيل بن دريوي بالمركز الأول. المركز الثاني يقول مهابة سهيل بن مبارك برقاد. المركز الثالث صبا تتواجد ايضا بشعار عبد الله بن راشد بن معدن. ولكن عجايب اخذوا اليديد، راحت عجايب، راح الشوط، راحت الاثاره، راح التقدم، راحت عجايب، راح بن دريوي بالمركز الاول. سلام يا ابو راشد، سلام، سلام لراشد بن سعيد بن سهيل ابن دريوي. هذه عجايب ولا فلا، الله شايعه ركضا ازاقيها جنان. مخطر الالي من السلعه تقصه ترمحها باقي من الكيلو ثمان. سلام يا ابن هالهباب، سلام، سلام لبن دريوي، سلام، سلام لراشد بن سعيد بن سهيل بن دريوي. الهني على فوز عجايب. المركز الثاني برقاد، المركز الثالث، المركز الثالث من الثالث، لا اظني محمد بن حميد بن دبيل المنصوري. وال 4 دقائق و38 ثانية 4